معي من بيروت إقبال مراد دوغان، المحامية ورئيسة رابطة المرأة العاملة في لبنان. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة إقبال. ما عقوبة سفاح القربة وماذا يجب أن تكون، خاصة بعد ما شاهدنا من مطالبات بأن تكون العقوبات أقسى؟ المطالبة هلأ أنه يكون في عنده مؤبد حتى إذا ما إعدام، يعني في ناس عم يطالبوا بالإعدام. لأنه ليش هيدا سفاح القربة؟ هيدا اللي عم يعتدي على هالطفلة أو على الصبية الصغيرة، أولا هي جاهلة لهالموضوع، هيدا بتهمي ما بتعرف شيء من قضية أنه تدافع عن نفسها. المفروض هو يحميها مش هو يعتدي عليها. طب العقوبة الحالية ما هي؟ العقوبة الحالية هي الاغتصاب، عادي اغتصاب، يعني ممكن يشددوا له العقوبة لأكثر من 5 سنوات بشيء بسيط، ولكن إذا كان الدعوة ليه؟ الأجمل على الأغلب بهيك حالات بيسكتوا حتى ما يشتتوا العيلة أو يعملوا مشاكل، وهيدي أكبر غلط. لأنه أول شيء لازم من لما بتخلق الطفلة ونحن نعلمها أنه تدافع عن نفسها، وإذا حدا اعتدى عليها تخبر، ولازم نحكي الأهل أنه ما يقبلوا بالسكوت عن هالجريمة هيدي، لأنه هيدي الجريمة يمكن هو الزلمة حيستمر باعتدائه على الطفلة أو حيعتدي على ناس ثانيين. صحيح. وبعدين لازم يكون في عقوبة رادعة يعرف انه اذا عمل هالشيء لشو بالاساس العقوبات. العقوبات مش بس لبعد ما تصير الجريمة، العقوبات لمحاسبة ولرادع. طيب رادعة. نعم. طيب سيدة إقبال، بموضوع الاغتصاب هذا، كيف قانونيا، كيف تطلبون، ما الذي تقدمونه؟ يعني ثمة من يقول بانه الاغتصاب اغتصاب بغض النظر، يعني سفاح القربة طبعا بشعة أكثر اجتماعيا، الإفصاح عنها بس لكف في فكرتي، اجتماعيا الإفصاح عنها أصعب مثل ما قلتي، يعني بعض الأهالي بيمنعوا بناتهم، مثل ما وردت صبية معنا جيزال بعتقد بالتقرير. صحيح صحيح. أنتم كيف تميزون كمحامين سيدة إقبال بأنه هذا ما يجعل سفاح القربة يجب أن يعطى عقوبة أكبر؟ بتعرفي لانه اولا تشدد العقوبه اذا كان الولد قاصر، يمكن الصبيان كمان يعتدوا عليهم مش بس البنات، انتبهي، يعني كمان الصبيان معرضين للتحرش من قبل حدا اهلهم، وهيدي صايره يعني مش بس لقصه البنات، ولكن صحيح. مع البنات اكثر. هلا دائما اللي بيكون هو مسؤول عن الولد أو قريب لإله هو بيكون مسؤول عن حمايته، فبكل بلاد العالم وبكل العقوبات بالدنيا العقوبة تشدد على بيكون هو هالولد بأمانته، يعني هو المفروض يحميه مش يعتدي عليه. هيدي بتشدد العقوبة. فإذا إذا كان شحال، إذا كان واحد أبوه أو أخوه أو عمه أو حدا من أهله يلي إلهم حق يفوتوا على البيت وإلهم حق يبقوا مع الولد لو وحده. وهيدا شغلة أنا صايرة معي، حتى ست جوزة كان يعتدي على ابنه وإلا الولد أنه البابا بيلعبني هيك، يعني هو بيعرف الولد أنه هيدا لعب، بعدين أخذتهم وهربت فيهم على آخر الدنيا، حتى لأنه ما في عقوبة، ما في شيء بيقدر يخليه يسمح له أنه تمنع هالولد عن أبوه أنه يقدر يعتدي عليه. أنا أشكرك. هيدي ست طبعا طبعا، يعني عن جد لا يقبلها حتى الخيال. أنا أشكرك جزيلا سيدة إقبال، شكرا جزيلا على مشاركتك القيمة. حقيقة إقبال مراد دوغان، محامية رئيسة رابطة المرأة العاملة في لبنان، شكرا.